أمين يا سميع يا قريب يا مجيب يا رحمن يا رحيم يا ودود يا مولانا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القبر مونسا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وعلى كل هذا دليلا وإماما يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين والحمد لله رب العالمين.